هي دايما دايما يعني الابتلاءات، يعني لانني في فتره انا مش عارف ده ابتلاء ولا ده سحر وعمل، انا مش متاكد، مش عارف افرق بين الاثنين. طيب دايما يكون الابتلاء سحر برضو، يعني السحر يكون ابتلاء من ربنا برضو ولا لا، اكيد السحر اللي هم ابتلاء، نعم، اللي بيعملوا اعمال يعني كان البشر اساسا، يعني البشر هو اللي عامل كده. نعم، يعني يجري الله سبحانه وتعالى نوع الابتلاء احيانا على ايدي البشر. بس هو منذ متى بدأ هذا الامر معك، وايه اللي يخليك تروح ناحية السحر مرة واحدة؟ شو محمد، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا انا شايفك يعني في قمة التوتر الداخلي، و شوية تمام، لا مش شوية، شويتين. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت انسان من الداخل طيب القلب، وتتعامل مع الناس بسلامة نية وحسن نية، و يعني يحدث لك على مر الايام ناس يضحكون عليك او جاي كده بالظبط، او يعني يرون فيك صيدة سهلة وشايفين فيك. بس ايوه، بس المشكله ان كل الناس دي يعني الاثنين، في اثنين هم عندهم فلوس، واحد عنده تقريبا 200,000 جنيه والتاني عنده 100 تقريبا. يعني الناس دي تقول لي انا هبعت لك، انت ليك فلوس عندي والله هدي لك، ويحلف يعني هو فعلا هيديني فلوس برضه، ويحصل مشاكل وما يدفعش. انت شرقاوي يا محمد؟ بالظبط. ما شاء الله ابو كبير. بارك الله فيك. طيب حبيبي، شوف محمد، اول شيء احمد الله انك لا تعرف لا المكر ولا اللف ولا الدوران ولا الخداع ولا الدسائس مع الناس، لا تعرف هذا الطريق، وده من فضل الله عليك، تمام. ويبدو ان ابوك ربنا يحفظه والوالدة والاسرة ربوك على هذه القيم، انك لا تضمر السوء لاحد، وده من كرم الله عليك. الامر الثاني ان الابتلاءات اللي حدثت لك دي لم تصيبك في دينك، يعني بفضل الله ما تسببت في انك انقطعت عن الصلاة او بدأت تشك في مسألة اليقين بالله او التوكل على الله او صدق التعامل. الحمد لله، يبقى اذا دي نعمة اخرى، ان المصيبة ليست في الدين. طيب ناتي الى موضوع الاموال التي تضيع، او الاشياء السيئة التي بدأت بعد شراء الوالد للارض، او حالكم تبدل. كان حالكم هيتبدل بدون شراء الارض، يعني كان هتحدث هذه الامور كقدر من الله سبحانه وتعالى وقضاء، ان سبحان الله هتضيع الاموال او هتضيع عليكم اشياء او تحصل لكم اشياء بدون شراء الارض. لكن مع الارض كان من الواجب نحافظ على مثلا سورة البقرة، نحافظ على اذكار الصباح والمساء، نحافظ على التحصين دايما بالرقية الشرعية، تحصين البيت بالرقية الشرعية، نشوف ايه اللي كنا نعمله بالخير وقللنا عنه شوية فبدأ الايه النتائج تظهر. هذا امر. الامر الثاني، ان كان هذا المال الذي حتى الذي اخطأته وتحولته الى انسان انت لا تعرفه، وانسان سبحان الله ليس لك له عندك مال وحولته بالغلط، فسبحان الله هذا محمد يبني مخصوم من المنبع. يعني ايه مخصوم من المنبع؟ يعني هو هذا المال لن يأتي اليك الا اذا اذن الله سبحانه وتعالى. لو من رزقك هيجي لك ولو من فم الاسد، لو مش من رزقك خلاص قدر الله ما شاء فعل. كان الواحد عنده حد عزيز عليه ومات، او انسان كان بيرى ولا يرى، ولا انسان يسمع ولا يسمع، فانت ادعو الله عز وجل يعني يرجع لك حقك ويشرح لك صدرك ويوفقك في الاعمال. وكلما الانسان يبني وقع عليه ابتلاء يجب ان يرجع الامر لثلاث امور. الامر الاول ان ربنا بينبهني ان وانذار او يعني جرس ان عد الي، نمرة واحد. نمرة اثنين ان انا كنت قللت صلتي بالله شوية ابتدي ازودها. نمرة ثلاثة سبحان الله، الله يحب ان يسمع صوتك، لان اصحاب الابتلاء هم اولياء الله الصالحين، ولا يبتلى الا ولي ولا يبتلى الا صالح. اما المجرم والفاسق والفاجر والبعيد عن الله هو ده والعياذ بالله رب العالمين اللي لا يبتلى. فرب العباد بيبتليك في شيء من المال او في شيء من الشر
او شيء من فيما يبدو لنا، لكن ان شاء الله انا واثق 100% ان ربنا يفرج كربك بكثره الدعاء واللجوء الى الله دائما وانت ساجد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري دائما. بعد الصلاه الحسبان حسبي الله ونعم الوكيل، الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله، التهليل لا اله الا الله، بهذا المنطق سبحان الله العظيم، وافوض امري الى الله دائما دعوه سبحان الله مؤمن آل فرعون. فرب العباد مع هذه الاذكار وهذه الصيانه وهذا التحصين ربنا هيبدي حالك لاحسن حال، وربنا يبني يقيكم شياطين الانس والجن، واتقي شر من احسنت اليه بالاحسان اليه، حتى الناس اللي ضروكم يعني سبحان الله الوالد يميل عليهم ويكرمهم ويشوفهم، لان ده تكسر عين الحسد او العين اللي عندهم. ونسال الله ان ربنا يبني يحفظكم ويكرمكم ويرجع لك حقوقك ويقيكم شياطين الانس والجن، وربنا يبارك فيك. وسعداء ان راينا هذا الوجه المضيء وهذا الايمان الصادق. بارك الله فيك يا محمد يا ابني، شكرا. ولا تنسانا من صالح الدعاء. بارك الله فيك. بس عندي طلب بسيط. تطلب اطلب. دايما كتر بالله عليك الحلقات بتاعت اليوتيوب يعني. حاضر. انا كتر منها الكلام دايما بسمعها مش بنلاقي كتر نسمعها يعني. الكلام ده لاخوك عمار، وخلاص نبه العمار وهو خلاص ان شاء الله يعني يكتر. الله يرضى عليك. شكرا محمد ابني، بارك الله فيك، جزاك الله خير. سلام للوالد الكريم والاسره في امان الله. بارك الله فيك يا ابني. مع السلامه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.